طبعا هذا المنتج بايتو واكس معروف، خفف منه قد كذا حطها هنا والباقي ماء، يعني 1 إلى 10 أضعاف بالماء. عنده حكة هنا لو تورينا الحكة اللي في سيارتك، في عنده حكة هنا وفي عنده حكة هنا لو تقرب أكثر. طبعا نجيب هذه زي كذا نغمسها تغميسة ونقفل زي كذا نعصرها ونبدأ نعمل التست الاختبار. مثلا الأحمر هذا قرب عليه، إذا حطيتها زي كذا وبدأ اللون يطلع معاك هنا زي اللون الأحمر ده، خلاص تعرف إنه المنتج يشيل الحاجة هذه وإنه المشكلة هذه مشكلة بوية. شايف كيف القطرة هذه سحبت اللون الأحمر كامل من السيارة، كل اللون الأحمر صار في يدي. طبعا لازم تلبسون جلافز، بس أنا عشان الشغلة جات طارئة. طبعا عندك حكة هنا برضو نفس الدعوة، تمشي مع الحكة، الحكة ماشية كذا تمشي معاها. طبعا أنا مخفف 1 إلى 10، لو خففت من 1 إلى 5 بيكون أحسن. تجيب قطنة أكبر، شايفين يا جماعة الخير؟ هذه القطنة ما تسوى، يعني ما جات هللة واحدة. احنا لازم نزود كمان شوية، كمان قطنة، كمان تغميسة عشان نشيل هذا نهائيا. بعد كذا لازم تغسل السيارة بالماء والصابون عشان نكمل على هذه كلها ان شاء الله. هذه عندك حكة في نفس الفيبر، لكن هذه تروح، هذه ما شاء الله تبارك الله، يعني تقدر تقول 95% اختفت. بعد ما تغسلها ترجع تعيد عليها كمان مرة، اللي ما يطلع سيبه، يكون خلاص هذا انغرز في البوية. لكن ما شاء الله تبارك الله، ايش رايك في النتيجة؟ والله ممتاز. وفي القيمة؟ رخيص. انت شريت المنتج الان ب60 ريال، ايش رايك في القيمة؟ رخيص. بناء على الحاجة اللي حيسوي لك اياها، هذه لو بتسويها بورشة بياخذ 20 30 100، والله يرزقهم. هذا عندك هنا ما حتاخذ ربع ريال ولا 20 هللة. وعيدكم مبارك ان شاء الله.